صفر النبي دانيال. في السنة الثالثة من ملك يواقيم ملك يهوذا، زحف نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، فسلم الرب يواقيم ملك يهوذا ليده مع بعض آنية بيت إلوهيم، فجاء بها إلى بيت إلهي في أرض شنعار، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. ثم أمر الملك أشفنز رئيس موظفيه بأن يحضر من أبناء إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، يعقلون كل حكمة ويدركون العلم ويتبينون المعرفة، ممن لهم القدرة على القيام بالخدمة في قصر الملك، ليتعلموا كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك رزقا كل يوم بيومه من طعام الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. وكان بينهم من أبناء يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فأطلق عليهم رئيس الموظفين أسماء كلدانية، فسمى دانيال بلتشاسر، وحنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزريا عبد نغو. وعزم دانيال في فكره ألا يتنجس من طعام الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الموظفين ألا يتنجس، وأعطى إلهيم دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الموظفين. فقال رئيس الموظفين لدانيال: أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم أن يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتحكمون برأسي للملك. فقال دانيال للرقيب الذي ولاه رئيس الموظفين على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فقال دانيال للرقيب الذي ولاه رئيس الموظفين على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا: جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا خضروات لنأكل وماء لنشرب، ثم انظر إلينا وإلى الفتيان الذين يأكلون من طعام الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع كلامهم وجربهم 10 أيام، وبعد 10 أيام بدأت مظاهرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من طعام الملك. فكان الرقيب يرفع طعامهم وخمر مشروبهم ويعطيهم خضروات. ووهب إلهيم هؤلاء الفتيان 4 معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام التي حددها الملك، أحضرهم رئيس الموظفين أمام نبوخذ نصر، فتحدث إليهم الملك، فلم يجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فوقفوا أمام الملك وفي كل أمر حكمة وفهم سألهم عنه الملك، وجدهم يفوقون 10 أضعاف كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وبقى دانيال حتى السنة الأولى لكورش الملك. وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر أحلاما أزعجت روحه فطردت عنه نومه، فأمر الملك بأن يدعى المجوس والسحرة والعرافون والمنجمون يفسروا له أحلامه. فحضروا ووقفوا أمامه، فقال لهم الملك: قد حلمت حلما أزعج روحي أن تفسره. فكلم المنجمون الملك بالآرامية: عش أيها الملك إلى الأبد، أخبر عبيدك بالحلم فنفسره. فأجابهم الملك: صدر عني الأمر، إن لم تنبئوني بالحلم وتفسره أقطعكم قطعا وأجعل بيوتكم أنقاضا، وإن بينتم الحلم وتفسيره أغدق عليكم هدايا وجوائز وإكراما عظيما، فبينوا لي الحلم وتفسيره. فأجابوه ثانية: ليخبر الملك عبيده بالحلم فنفسره. فأجاب الملك وقال: أعلم يقينا أنكم تكتسبون زمانا، لأنكم أدركتم أني أصدرت أمرا صارما، وإن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به أمامي حتى يتغير الزمان، فاخبروني بالحلم فأعلم أنكم قادرون على تفسيره. فأجابوه: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن ينبئ الملك به، ولم يحدث قط أن ملكا عظيما ذا سلطان طلب مثل هذا الأمر من مجوسي أو ساحر أو منجم، ومطلب الملك متعذر لا يمكن لأحد أن ينبئ به الملك سوى الآلهة الذين لا يسكنون مع البشر. عند ذلك غضب الملك واغتاظ جدا، وأمر بإبادة كل حكماء بابل. فخرج الأمر وبدأوا يقتلون الحكماء، وطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم. فخاطب دانيال بحكمة وتبصر أريوخ قائد حرس الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل قائلا: لماذا هذا الحكم الشديد من الملك؟ فأخبر أريوخ دانيال بالأمر، فدخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه زمانا للتفسير. وذهب دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميشائيل وعزريا أصحابه بالأمر، ليطلبوا المراحمة من قبل إله السماوات بشأن هذا السر، لكي لا يهلك
الملك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. فكشف السر لدانيال في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات قائلا: يكن اسم الإله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. هو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، يكشف الأعماق والأسرار، يعلم ما في الظلمة وعنده يسكن النور. إياك أحمد يا إله آبائي وأسبح، لأنك أنعمت علي بالحكمة والقوة وأطلعتني الآن على ما التمسناه منك إذ عرفتنا بأمر الملك. ثم دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل وقال له: لا تبت حكماء بابل، أدخلني أمام الملك فأبين للملك التفسير. فأدخله أريوخ مسرعا إلى الملك وقال له: قد وجدت رجلا من أبناء يهوذا المزبيين يعلمك بالتفسير. فسأل الملك دانيال المدعو بلتشاصر: هل تستطيع أن تعرفني بالحلم الذي رأيته وبتفسيره؟ فأجاب دانيال الملك: لا يستطيع الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا العرافون على أن يبينوا السر الذي طلبه الملك، لكن يوجد إله في السماوات يعلن الخفايا، وقد عرف الملك نبوخذنصر عما سيحدث في الأيام الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. أيها الملك، أنت وعلى فراشك صعدت أفكارك إلى ما سيحدث، وكاشف الخفايا يعرفك بما سيحدث. ولم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يطلع الملك على تفسيره وتدرك أفكار قلبك. رأيت أيها الملك وإذا بتمثال عظيم كثير البهاء واقفا أمامك، ومنظره هائل، رأس التمثال من ذهب نقي، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، وقدماه خليط من حديد ومن خزف. ثم رأيت حجرا قطع بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كتبن البيدر في الصيف، فحملتها الريح حتى لم يبقى لها أثر. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم، أما تفسيره فأخبرك به أيها الملك. أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا ومجدا، وولاك وسلطك على كل ما يسكنه أبناء البشر وحيوانات الحقل وطيور السماء، فأنت الرأس الذي من ذهب. وبعدك ستقوم مملكة أخرى أصغر منك، ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض، ثم مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد ستسحق وتحطم الكل. وكما رأيت أن القدمين والأصابع هي خليط من خزف وحديد، فالمملكة تكون منقسمة، فيها قوة الحديد بمقدار ما شاهدت فيها من الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين من حديد وخزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض هشا. وأيضا كما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، سيختلط ملوكها بنسل البشر، ولكن بلا تلاحم، كما لا يختلط الحديد بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لا تنقرض أبدا، ولا يترك ملكها لشعب آخر، فتسحق وتبيد كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. لأنك رأيت حجرا قطع من جبل بلا يدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الإله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي فيما بعد، فالحلم حقيقة وتفسيره صادق. فخر نبوخذنصر على وجهه وسجد لدانيال، وأمر بأن يقدموا له تقدمة وبخورا. ثم أجاب الملك دانيال: إلهكم حقا إله الآلهة وسيد الملوك وكاشف الخفايا، لأنك استطعت كشف هذا السر. فعظم الملك دانيال ووهبه عطايا كثيرة، وسلطه على كل ولاية بابل، وجعله الرئيس الحاكم على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدنغو على أعمال ولاية بابل، أما دانيال فبقى عند باب الملك. ثم صنع نبوخذنصر الملك تمثالا من ذهب ارتفاعه 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذنصر الملك ليجمع المرازبة والحكام والولاة والقضاء وأمناء الخزنة وعلماء الشريعة والفقهاء وكل موظف الولايات، ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك. فاجتمع المرازبة والحكام والولاة والقضاء وأمناء الخزنة وعلماء الشريعة والفقهاء وكل موظف
الولايات لتدشين التمثالي الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. فوقفوا أمام التمثالي ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة عندما تسمعون صوت بوق القرن والناي والقيثارة والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف أن تنحنوا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه الملك نبوخذ نصر. ومن لا ينحني ويسجد فورا يلقى في وسط أتون نار متقدة. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت بوق القرن والناي والقيثارة والرباب والصنطير وكل أنواع العزف انحنت كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدت لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. فتقدم رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك عش إلى الأبد، أنت قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت بوق القرن والناي والقيثارة والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد يلقى في وسط أتون نار متقدة. هؤلاء الرجال اليهود شدرخ وميشخ وعبد نغو الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل لم يأبهوا لك أيها الملك، ولم يعبدوا آلهتك، ولم يسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبته. فأمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبد نغو، فأحضروهم أمام الملك. فقال نبوخذ نصر لهم: هل عمدا يا شدرخ وميشخ وعبد نغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبته؟ فالآن عندما تسمعون صوت بوق القرن والناي والقيثارة والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف لابد وأن تنحنوا وتسجدوا للتمثال الذي صنعته، وإن لم تسجدوا فورا تلقون في وسط آتون النار المتقدة. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ فأجاب شدرخ وميشخ وعبد نغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا داعي أن نجيبك عن هذا الأمر، لأن إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من آتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. وحتى إن لم يفعل فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. فامتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبد نغو، وأمر بأن يحموا الآتون 7 أضعاف أكثر من المعتاد، وأمر رجالا جبابرة من جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد نغو ويلقوهم في آتون النار المتقدة. فأوثقوا في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم وألبستهم وألقوهم في أتون النار المتقدة. وحيث أن أمر الملك كان صارما والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبد نغو، وسقط 3 شدرخ وميشخ وعبد نغو موثقين في أتون النار المتقدة. فتحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: لكني أرى 4 رجال طليقين يتمشون في وسط النار بلا أذن، ومنظر الرابع يشبه ابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر من باب آتون النار المتقدة وقال: يا شدرخ وميشخ وعبد نغو، يا عبيد الإله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد نغو من وسط النار، فاجتمعت المرازبة والحكام والولاة ومشير الملك، ورأوا أن النار لم تؤذي أجسامهم، ولم تحترق شعرة من رؤوسهم، ولم تشط ثيابهم، ولم تعلق بهم رائحة النار. فقال نبوخذ نصر: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد نغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين وثقوا فيه وخالفوا أمر الملك وبذلوا أجسامهم كي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يذمون إله شدرخ وميشخ وعبد نغو يقطعون قطعا وتصبح بيوتهم أنقاضا، فليس إله آخر يستطيع أن ينجي مثله. فقدم الملك شدرخ وميشخ وعبد نغو في ولاية بابل. من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم، قد طاب لي أن أحدث بالآيات والعجائب التي صنعها معي الإله العلي. آياته وأعظمها وعجائبه ما أقواها، مملكته مملكة أبدية وسلطانه إلى جيل فجيل. أنا نبوخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي ومتنعما في قصري، رأيت حلما أفزعني، وعلى فراشي أقلقتني أفكاري ورؤى رأسي، فأصدرت أمرا باستدعاء جميع حكماء بابل أمامي ليعرفوني تفسير الحلم. فحضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون
فقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني تفسيره. أخيرا دخل أمامي دانيال المدعو بالشصر كاسم إلهي والذي فيه روح الآلهة المقدسين، فقصصت الحلم أمامه. يا بلشصر كبير المجوس، أعلم أن فيك روح الآلهة المقدسين ولا يتعذر عليك سر، فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتفسيره. فرؤى رأسي على فراشي، هي رأيت شجرة في وسط الأرض ارتفاعها عظيم، فكبرت الشجرة وقويت فبلغ ارتفاعها السماء ومرآها إلى أقصى كل الأرض. أوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها يستظل حيوان الحقل، وفي أغصانها سكنت طيور السماء ومنها يقطاط كل البشر. ثم شاهدت رؤى رأسي على فراشي رقيبا قدوسا نزل من السماء فصرخ بشدة وقال: اقطعوا الشجرة وقصوا أغصانها وانثروا أوراقها وانثروا ثمارها، ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا جذور ساقها في الأرض بقيد من حديد ونحاس في وسط عشب الحقل، وليبتلى بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق، ولا يتحول عقله من الإنسانية لعقل حيوان، ولتمضي عليه 7 أزمنة. هذا الأمر بقضاء المراقبين والحكم بكلمة المقدسين، لكي يدرك الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء ويولي عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك، فلتفسره يا بلتشصر، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني تفسيره، أما أنت فتستطيع لأن فيك روح الآلهة المقدسين. فتحير دانيال المدعو بلتشصر ساعة واحدة وأفزعته أفكاره، فقال الملك: لا يفزعك الحلم يا بلتشصر ولا تفسيره. فأجابه بلتشصر: يا سيدي، الحلم لمبغضيك وتفسيره لأعدائك. الشجرة التي رأيتها قد كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومرآها إلى كل الأرض، وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها سكن حيوان الحقل وفي أغصانها سكنت طيور السماء، هي أنت أيها الملك. كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض، وما شاهدته أن رقيبا قدوسا قد نزل من السماء وقال: اقطعوا الشجرة وافنوها، ولكن اتركوا جذور ساقها في الأرض بقيد من حديد ونحاس في وسط عشب الحقل، وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع حيوان الحقل حتى تمضي عليه 7 أزمنة. فهذا هو تفسيره أيها الملك، وهذا هو قضاء العلي عليك سيدي الملك. يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان الحقل، ويطعمون العشب كثيران وتبتل بندى السماء إلى أن تنقضي عليك 7 أزمنة، حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس يهبها من يشاء. والأمر بترك جذور فاق الشجرة فمعناه أن مملكتك تثبت لك عندما تدرك سلطان السماء. لذلك أيها الملك، تقبل مشورتي وتخلى عن خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين فيطول هناؤك. وأصاب كل هذا نبوخذ نصر الملك عند نهاية 12 شهرا، كان يتمشى على قصر مملكة بابل، فقال الملك: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها بيتا لملكي بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ وبينما الكلمة لا تزال بفم الملك، هبط صوت من السماء قائلا: يقولون لك يا نبوخذ نصر الملك، قد زال الملك عنك، فتطرد من بين الناس وتسكن مع حيوان الحق، ويطعمونك العشب كثيران فتمضي عليك 7 أزمنة، حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس يهبها من يشاء. في تلك الساعة تم الحكم على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس وأكل العشب كثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل ريش النسور وأظفاره مثل مخالب الطيور. وعند انتهاء الأيام رفعت أنا نبوخذ نصر عيني إلى السماء، فرجع إلي فهمي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي ومملكته إلى جيل فجيل، وحسب أمامه جميع سكان الأرض كلا شيء، فهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الزمان رجع إلي فهمي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيرية وعظمائي، وتثبتت علي مملكتي وازدادت عظمتي جدا. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء، فكل أعماله حق وطرقه عدل وقادر على إذلال كل من يسلك بالكبرياء. صنع بلتشصر الملك وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا أمامهم، وبينما كان بلتشصر يذوق الخمر
أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من هيكل أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. فأحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الإله الذي في أورشليم وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. شربوا خمرا وسبحوا آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت مقابل المصباح على كلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة، فتغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت مفاصل حقويه واستقت ركبتاه، فزعق طالبا إدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. وقال الملك لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. فأقبل كل حكماء الملك، ولكنهم عجزوا عن قراءة الكتابة وعن إطلاع الملك على تفسيرها. ففزع الملك بلشاصر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه. ولسبب كلام الملك وعظمائه دخلت الملكة بيت الوليمة وقالت: أيها الملك، عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة المقدسين، وفي أيام أبيك وجد فيه استنارة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، وجعله أبوك الملك نبوخذ نصر كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين، لأن دانيال الذي دعاها الملك بلشاصر تحلى بروح فاضلة ومعرفة وفطنة وقدرة على تفسير الأحلام وفك الألغاز وحل المعضلات. فدع الآن دانيال فيبين التفسير. فأدخل دانيال أمام الملك، فقال الملك لدانيال: أنت هو دانيال من أبناء السبي الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟ قد سمعت أن فيك روح الآلهة وأن فيك استنارة وفطنة وحكمة فاضلة. دخل أمامي الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها فلم يستطيعوا، وسمعت عنك أنك قادر على تفسير الأحلام وحل المعضلات، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتطلعني بتفسيرها فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. فأجاب دانيال الملك: لتكن عطاياك لك وهباتك لغيري، لكني سأقرأ للملك الكتابة وأعرفه بالتفسير. أيها الملك، وهب الإله العلي أباك نبوخذ نصر مملكة وعظمة وجلالا وبهاء، وللعظمة التي نالها كانت ترتعد وتفزع أمامه جميع الشعوب والأمم والألسنة، فكان يقتل من يشاء ويستحيي من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء. فلما ارتفع عقله وقست روحه تكبرا سقط عن عرش ملكه ونزعوا عنه جلاله وطرد من بين الناس، وتساوى عقله بالحيوان وسكن مع الحمير الوحشية، فأطعموه العشب كثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى أدرك أن الإله العلي سلطان في مملكة الناس وأنه يقيم عليها من يشاء. وأنت يا بلشاصر ابنه لم يتواضع عقلك مع علمك بكل هذا، بل ترفعت على سيد السماء وأحضرت أمامك آنية بيته وشربتم بها الخمر أنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا ترى ولا تسمع ولا تعرف. أما الإله الذي بيده نسمتك ويملك كل طرقك فلم تمجده، فأرسلت منه كف اليد فكتبت هذه الكتابة، وهذه الكتابة هي منا منا تقيل وفرسين، وهذا تفسيرها: منا أحصى الإله مملكتك وأنهاها، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرسي قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. فأمر بلشاصر أن يلبسوا دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه وينادوا بأنه متسلط ثالث في المملكة. في تلك الليلة قتل بلشاصر في ملك الكلدانيين واستولى داريوس المادي على المملكة وهو ابن 62 سنة. حسن عند داريوس أن يولي المملكة 120 مرزابا يكونون على المملكة كلها، يرأسهم 3 وزراء، أحدهم دانيال لتؤدي المرازبة إليه الحساب فلا يتعرض الملك لخسارته. ففاق دانيال على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا متميزة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها، فبحث الوزراء والمرازبة عن علة على دانيال بخصوص المملكة فلم يجدوا، لأنه كان أمينا لم يرتكب خطأ ولا ذنبا. فقال: هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال علة إلا من جهة شريعة إلهي. فاجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد، إن جميع وزراء المملكة والحكام والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على إصدار أمر ملكي صارم بأن كل من يطلب طلبة إلى إله أو إنسان سواك أيها الملك لمدة 30 يوما يطرح في جب الأسود. فثبت الأمر أيها الملك ووقع على الوثيقة
لكي لا تتغير بحسب شريعة مادي وفارس التي لا تنسى. وهكذا وقع الملك داريوس الوثيقة والأمر. فلما علم دانيال بتوقيع الوثيقة ذهب إلى بيته، وكانت نوافذ عليته مفتوحة جهة أورشليم، فكان يركع على ركبتيه 3 مرات في اليوم ويصلي ويحمد أمام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع هؤلاء الرجال ووجدوا دانيال يطلب وتضرع أمام إلهه، فتقدموا للملك وكلموه في الأمر الذي أصدره. ألم توقع أيها الملك نهيا على كل إنسان برفع طلب إلى إله أو إنسان سواك لمدة 30 يوما، ومن يخالف ذلك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك: الأمر صحيح بحسب شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. فأجاب الملك: إن دانيال من سبي أبناء يهوذا استهان بك أيها الملك وبالنهي الذي وقعته، بل يصلي 3 مرات في اليوم. فلما سمع الملك هذا الكلام حزن جدا وفكر كيف ينقذ دانيال، وحاول حتى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع أولئك الرجال وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير في شريعة مادي وفارس. فأمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. وقال الملك لدانيال: إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه بخاتمه وخاتم عظمائه حتى لا يتغير القصد في أمر دانيال. ثم مضى الملك إلى قصره وبات صائما ولم يحضروا له سراريه، وفارقه نومه. وعند الفجر باكرا قام الملك وذهب مسرعا إلى جب الأسود، واقترب إلى الجب ونادى دانيال بصوت حزين قائلا: يا دانيال عبد الإله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر أن ينجيك من الأسود؟ فأجابه دانيال: أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا أمامه وأمامك أيضا أيها الملك، فلم أفعل ذنبا. ففرح به الملك وأمر بإخراج دانيال من الجب، فخرج دانيال سالما من الجب لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم هم وأطفالهم ونسائهم في جب الأسود، وما كادوا يصلون إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وهشمت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم الألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم، أصدرت أمرا بأنه في كل سلطان مملكتي أن يهابوا ويرهبوا إله دانيال، لأنه هو الإله الحي الثابت إلى الأبد، مملكته لن تزول وسلطانه إلى المنتهى، هو المنقذ المنجي الصانع المعجزات والعجائب في السماوات والأرض، وهو الذي أنقذ دانيال من يد الأسود. فنجح دانيال في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. في السنة الأولى لبلشاصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى في رأسه على فراشه، فكتب الحلم وحدث بخلاصة الرؤيا، فقال: شاهدت في رؤياي ليلا وذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، فصعد من البحر 4 حيوانات عظيمة مختلفة، الأول كالأسد وله جناحا نسر، وبقيت أنظر إليه حتى اقتلع جناحاه وانتصب على الأرض واقفا على قدميه كإنسان، وأعطي عقل إنسان، ورأيت حيوانا آخر شبيها بالدب قائما على جنب واحد وفي فمه 3 أضلع بين أسنانه، فقالوا له: قم كل لحما كثيرا. ثم رأيت بعد هذا حيوانا آخر مثل النمر وعلى ظهره 4 أجنحة طائر، وكان للحيوان 4 رؤوس، وأعطي سلطانا. ورأيت بعد ذلك في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان ضخمة من حديد، أكل وسحق وداس الباقي بقدميه، وكان يختلف عن كل الحيوانات التي قبله، وله 10 قرون. فتأملت بالقرون وإذا بقرن آخر صغير نبت بينها، وقلعت من أمامه 3 من القرون الأولى، وفي هذا القرن عيون كعيون إنسان وفم متكلم بعظائم. ثم رأيت عروشا نصف، وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة، ومن أمامه يتدفق ويجري نهر ناري، تخدمه ألوف ألوف، ويقف أمامه ربوات ربوات. فانعقد القضاء وفتحت الأسفار، وبقيت أراقب القرن الجراء ما تفوه به من عظائم، حتى قتل الحيوان وهلك جسمه وطرح وقودا للنار. أما باقي الحيوانات فجردت من سلطان
ولكنها وهبت حياة طويلة إلى زمان وزمان. ورأيت في رؤى الليل مثل ابن إنسان مع سحب السماوات أتى مقبلا إلى القديم الأيام، فقربوه أمامه فأعطي سلطانا ومجدا ومملكة لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي لا يفنى، ومملكته لا تنتهي. أما أنا دانيال فحزنت روحي في جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من القائمين أستفسر منه حقيقة الأمر، فعرفني تفسير الأمور قائلا: الحيوانات الأربعة العظيمة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض، ثم يأخذ قديسو العلي المملكة ويمتلكونها أبديا وإلى أبد الآبدين. ثم أردت التحقق من جهة الحيوان الرابع الذي خالفها كلها، فكان مخيفا جدا، أسنانه من حديد وأظافره من نحاس، وأكل وسحق وداس الباقي بقدميه، وعن العشرة قرون التي برأسه، وعن القرن الآخر الذي نبت فسقطت أمامه ثلاثة، وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أعظم من رفقائه. ورأيت هذا القرن يحارب المقدسين فيغلبهم، حتى جاء القديم الأيام وأعطي القضاء لقديسي العلي، وحان الزمان فامتلك المقدسون المملكة. فأجاب: الحيوان الرابع هو مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتلتهم الأرض كلها وتدوسها وتسحقها، والقرون العشرة هي عشرة ملوك من هذه المملكة يقومون ويقوم بعدهم آخر مخالف للأولين، ويخضع ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي، ويضطهد مقدسي إلى زمان وأزمنة ونصف زمان، ويحاول أن يغير الأوقات والقانون، ثم ينعقد مجلس القضاء فيجرد من سلطانه فيدمر ويفنى إلى المنتهى، وتوهب المملكة والسلطان وعظمة الممالك تحت كل السماء إلى شعب مقدسي العلي. مملكته مملكة أبدية، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إلى هنا نهاية الأمر. أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت هيئتي، وحفظت الأمر في قلبي. في السنة الثالثة من ملك بلشاصر الملك، رأيت أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي أولا. فرأيت في رؤياي وأنا في حصن شوشان في ولاية عيلام، وأنا عند نهر أولاي، فرفعت عيني ورأيت إذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان عاليان، أحدهما أعلى من الآخر، والأعلى نبت أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان أمامه ولا منقذ من يده، وفعل ما يرضيه وصار عظيما. وبينما كنت متأملا أقبل تيس معز من الغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن بارز بين عينيه، واندفع بكل شدة قوته نحو الكبش ذي القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر. ورأيته وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، ولم يقدر الكبش على الوقوف أمامه فطرحه على الأرض وداسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده، فتعاظم تيس المعز جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم ونبت عوضا عنه أربعة قرون بارزة نحو رياح السماء الأربع، ومن إحداها خرج قرن صغير وتعاظم جدا نحو الجنوب والشرق والأرض المجيدة، وتعاظم حتى على جندي السماوات، وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسه، وتعاظم حتى على رئيس الجند، فأبطل المحرقة الدائمة وهدم مكانه المقدس، ووضع جند على المحرقة الدائمة بسبب المعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمعت أحد المقدسين يتكلم، فسأله مقدس آخر: إلى متى تدوم الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب للتضحية بالقدس والجند أن يداس؟ فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. فلما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى، إذا بشبه إنسان واقف أمامي، وسمعت صوت إنسان بين ضفتي نهر أولاي قائلا: يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلى حيث وقف، فخفت وانطرحت على وجهي، فقال: افهم يا ابن آدم إن الرؤيا لزمن النهاية. وبينما يكلمني كنت في نوم عميق ووجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني قائما وقال: أعرفك ما سيحدث في آخر زمن الغضب، لأنه لموعد النهاية. فالكبش ذو القرنين الذي رأيته هو ملوك مادي وفارس، والتيس المشعر ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول، ولما انكسر قام أربعة عوضا عنه، فستقوم أربعة ممالك من هذه الأمة، ولكن ليس في قوتي، وفي آخر زمن مملكتهم
عند اكتمال المعاصي يقوم ملك قاس الوجه وداهية فتعظم قوته ولكنها ليست قوته، يدمر بقوة عجيبة وينجح فيما يفعل ويبيد عظماء وشعب المقدسين، وبدهائه ينجح الخداع في يده ويتعظم في عقله وسيهلك كثيرين وسط رخائه ويتمرد على رئيس الرؤساء، لكنه سيتحطم بغير يد إنسان. أما رؤيا الأمسية والأصابح التي قيلت لك هي حق، فاكتم الرؤيا لأنها تشير إلى أيام كثيرة. وأنا دانيال ضعفت ومرضت أياما ثم قمت وباشرت أعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤيا فلم أفهمها. في السنة الأولى لملك داريوس ابن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، فهمت أنا دانيال من الكتب عدد السنين التي أوحاها كلمة يهوه إلى أرميا النبي عن كمالة 70 سنة على خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى السيد إلوهيم طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى يهوه إلهي واعترفت له: أيها السيد الإله العظيم المهول حافظ العهد والرحمة لمحبيه والمتمسكين بوصاياه، أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا عن وصاياك وعن أحكامك، ولم نسمع لعبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم لك. يهوه لنا خزي الوجوه ولملوكنا ولرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليه، للسيد إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه ولم نسمع صوت يهوه إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى توراتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا قسم اللعنة المكتوب في توراة موسى عبد إلهيم لأننا أخطأنا إليه، وحقق كلماته ضدنا وضد قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا سوءا عظيما لم يحدث تحت السماوات كلها كما حدث لأورشليم. أصابنا كل هذا الشر كما كتب في توراة موسى، ولم نتضرع إلى وجه يهوه إلهنا لنرجع من آثامنا ونفهم حق، فسهر يهوه وجلب السوء علينا إذ لم نسمع صوته، لأن يهوه إلهنا بار في كل أعماله. والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وأقمت لك اسما إلى اليوم، قد أخطأنا عملنا شرا، يا سيد حسب كل برك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم وجبلك المقدس، ولقد صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع من حولنا لأجل خطايانا ولآثام آبائنا. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، واضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. أمل أذنك يا سيدي يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خرائبنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي وافعل، لا تؤخر من أجلك يا إله، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. وبينما كنت أتكلم وأصلي واعترف بخطيئتي وخطيئة شعبي إسرائيل وأطرح تضرعي أمام يهوه إلهي عن جبل إله المقدس، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية الأولى طار إلي مسرعا ولمسني عند زمان تقدمة المساء وفهمني قائلا: يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك كيف تفهم، في بداية تضرعاتك صدر الأمر فجئت لأخبرك لأنك محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا حكم بها على شعبك وعلى مدينتك المقدسة حتى يكتمل العصيان وتتم الخطايا وللتكفير عن الإثم وليأتي البر الأبدي ولختم الرؤية والنبوءة ولمسح قدوس المقدسين. فاعلم وافهم إنه من صدور الأمر لتجديد وبناء أورشليم إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا، فيعود ويبني سوق وخليج في أزمنة الضيق، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح ولكن ليس لأجله، وشعب رئيس آخر يأتي ويخرب المدينة والقدس وتنتهي كطوفان، وعند نهاية الحرب مقضي بالخرائب، ولكنه سيقيم عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبتل الذبيحة والتقدمة وسيخرب جناح الهيكل برجاسات حتى يتم الحكم وينصب على المخرب. في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشفت كلمة وحي لدانيال المدعو بلتشاصر، والكلمة صادقة وبصراع عظيم
فهم الكلمة ونال معرفة الرؤية. في تلك الأيام أنا دانيال نحت 3 أسابيع يوميا، لم آكل فيها طعاما شهيا، ولم يدخل فمي لحم ولا خمر، ولم أتطيب بدهن. وفي اليوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم دجلة، رفعت عيني ورأيت رجلا لابسا كتانا وحقواه متحزمان بذهب أوفاز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كالبرق، وعيناه كمشعلي نار، وذراعاه وقدماه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت شعب. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحده، والرجال الذين كانوا معي لم يروها، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئ، وبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبقى في قوة بل فقدتها، ونظارتي تحولت إلى هزال. ولما سمعت صوت كلامه وقعت على وجهي في نوم عميق، ووجهي إلى الأرض، وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وانتصب واقفا، لأني الآن أرسلت إليه. ولما تكلم معي بهذا الكلام وقفت مرتعدا، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه وضعت عقلك لتفهم وتواضعت أمام إلهك سمعت تضرعاتك، وأنا جئت تلبية لها. ورئيس مملكة فارس صمد أمامي 21 يوما، فجاء ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين لإعانتي حتى لا أبقى هناك عند ملوك فارس. فجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا تخص أياما قادمة. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام وضعت وجهي إلى الأرض صامتا، وإذا شبيه بأبناء آدم لمس شفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: يا سيدي، غلبني الألم بسبب الرؤيا ففقدت القوة، فكيف يستطيع عبد سيدي أن يتكلم مع سيدي هنا وحالا؟ وألا لم تعد في قوة ولم تبقى في نسمة؟ فعاد شبيه آدم ولمسني وقواني وقال: لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد، تقوى. فلما كلمني تقويت وقلت: ليتكلم سيدي لأنك قويتني. فقال: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ سأرجع الآن وأحارب رئيس فارس، وبعد ذهابي سيأتي رئيس اليونان، ولكني سأخبرك بالمخطوط في كتاب الحق، ولا أحد يؤاذرني ضد هؤلاء إلا ميخائيل رئيسك، لأنني في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه. والآن أخبرك بالحق، 3 ملوك سيقومون في فارس، ورابعهم سيكون أوفرهم ثراء، وبفضل قوة غناه يثير الجميع على مملكة اليونان. ثم يقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وبقيامه تنكسر مملكته ويتنقسم إلى رياح السماء الأربع، لكن ليس لنسله ولا مثل سلطانه الذي حكم به، لأن مملكته ستنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. ثم يقوى ملك الجنوب، ثم يقوى عليه أحد أمرائه ويتسلط بسلطان عظيم، وبعد سنين يتحالفان، وتجيء بنت ملك الجنوب إلى ملك الشمال لإجراء اتفاق، ولكنها لا تحتفظ بقوة سلطانها ولا يصمد هو بسلطانه، وتسلم وقتها للهلاك هي والذين جاءوا بها وأبيها ومن قواها. ثم يقوم فرع من جذورها مكان أبيها، ويأتي مع جيش ويدخل حصن ملك الشمال ويتعامل معهم فينتصر، ويسبي آلهتهم مع مسبوكاتهم وآنيتهم السمينة من فضة وذهب إلى مصر، ويستمر سنينا بعيدا عن ملك الشمال الذي يقتحم مملكة ملك الجنوب، ثم يرجع إلى أرضه. لكن أبناءه سيثيرون فتنة فيحشدون شعب جيوش عظيم، وسيأتي أحدهم كالسيل فيعبر ويثور ثم يرجع إلى حصنه، ويغتاظ ملك الجنوب غضبا فيجمع شعبا عظيما ليخرج ويحارب ملك الشمال، فيسلم الشعب ليده، وعندما يؤسر الشعب يرتفع عقله فيطرح منهم 10,000,000 ولا ينتصر، فيرجع ملك الشمال ويحشد شعبا أكثر من الأول، ويأتي في نهاية سنين بجيش عظيم وثروة وفيرة. وفي تلك الأزمنة يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وأبناء شعبك المتمردين يقومون لإثبات الرؤيا ويفشلون. ثم يأتي ملك الشمال ويقيم مدرسة ويأخذ مدينة حصينة، فلا تصمد أمامه قوات الجنوب ولا فرقه المنتخبة، فلا تكون لهم قوة للمقاومة، والغازي سيفعل ما يطيب له ولا يقف أحد أمامه، ويقوم في الأرض المجيدة فتصير بتمامها في يده. ويتوجه ملك الشمال ليدخل بكل قوة مملكته ومعه صالحون، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تصمد ولا تكون له، ويتوجه إلى مناطق الساحل ويأخذ كثيرا منها، غير أن أميرا
يرد وقاحته عنها ثم يرد وقاحته عليه، فيتوجه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد، فيقوم مكانه من يرسل ليجبي الضرائب من المملكة المجيدة، وبعد أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب، فيقوم مكانه محتقر لم ينعم عليه بجلال الملك، فيأتي فجأة ويستولي على المملكة بالمداهنات، وجيوش جارفة تجرف من أمامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد، وبعد التحالف معه يتصرف بمكر ويعلو ويعظم بأمة صغيرة، يقتحم في هدوء أخصب البلاد ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا أجداده، فيوزع بينهم سلبا وغنيمة وغنا، ويخطط خططا ضد الحصون ولكن إلى حين، ويستنهض قوته وعقله بجيش عظيم ضد ملك الجنوب، فيستعد ملك الجنوب للحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يصمد لأنهم يتآمرون عليه، ويخونه الآكلون طعامه الشهي، ويندحر جيشه، ويسقط كثيرون قتلى. الملكان عقلهما لفعل الشر، ويكذبان على مائدة واحدة فيفشلان، لأن النهاية لها موعد محدد. سيرجع ملك الشمال إلى أرضه بغنى وفير، وعقله ضد العهد المقدس، فيفعل ما يشاء ويرجع إلى أرضه، وفي الموعد المعين يعود ويقتحم الجنوب، ولكن هذه المرة ليست كالأولى، تنقض عليه سفن من كتيم، فييأس ويرجع ويحنق ضد العهد المقدس، ويعود ويكافئ من تركوا العهد المقدس، فتهاجم بعض قواته حصن القدس وتنجسه، وتزيل المحرقة الدائمة، وتنصب ركسا للخراب، ويغوي المتعدين ضد العهد بالمداهنات، أما الشعب ممن يعرفون إلههم يصمدون ويقاومون، والحكماء من الشعب يعلمون كثيرين، لكنهم يسقطون بالسيف واللهيب والسبي والنهب أياما، ولا يلقون عند سقوطهم إلا عونا قليلا، وينضم إليهم كثيرون نفاقا، ويعثر بعض الحكماء امتحانا لهم لتطهيرهم وتنقيتهم حتى زمن النهاية، لأنه لا يزال له موعد محدد، ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم الأباطيل ضد إله الآلهة، وينجح في إكمال الغضب لأن المحدد سيتم، فلا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء ولا بأي إله، لأنه يتعظم على الكل، ولكنه يكرم إله الحصون بدل منه، إلها لم يعرفه آباؤه، يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، ويتعامل مع الحصون المنيعة بمساعدة إله غريب، ويكرم من يعترفون به، ويسلطهم على كثيرين، ويقسم الأرض بالأجرة، وفي زمن النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيعصف عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويقتحم الأراضي ويجتاحها فيعبرها، ويدخل الأرض المجيدة فيسقط كثيرون، ويفلت آدوم ومؤاب ورؤساء أبناء عمون من يده، ويمد يده على الأراضي فلا تنجو أرض مصر، فيستولي على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، ويتبعه الليبيون والكوشيون، لكن أخبارا من الشرق والشمال تفزعه، فيخرج بغضب عظيم ليخرب ويحرم الكثيرين، ويقيم خيمته الملكية بين البحار والجبل المقدس المجيد، ثم يبلغ نهايته ولا معين له. وفي ذلك الزمان يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لأبناء شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ وجدت أمة حتى ذلك الزمان، وفي ذلك الزمان ينجو كل من يوجد مكتوبا في السفر من شعبك، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والازدراء الأبدي، والحكماء يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالنجوم إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر إلى زمان النهاية، فكثيرون يطوفون ذهابا وإيابا وتزداد المعرفة. فنظرت أنا دانيال وإذا بإثنين آخرين قد وقف واحد على شاطئ النهر هنا وآخر على شاطئ النهر هناك، وسأل أحدهما الرجل اللابس الكتان الذي فوق مياه النهر متى تنتهي هذه العجائب، فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي فوق مياه النهر وقد رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد بعد موعد ومواعيد، ونستتم كل هذه حين تتفرق قوة الشعب المقدس، فسمعت ولم أفهم، فقلت
يا سيدي ما هي نهاية هذه؟ فقال اذهب يا دانيال لأن الكلمات مغلق عليها ومختومة إلى زمان النهاية. كثيرون يتطهرون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون الشر. الأشرار لن يفهموا، أما الحكماء سيفهمون. ومن زمان إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رقص الخراب 1290 يوما. هنيئا لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أن فاذهب إلى النهاية فاسترح، وستقوم لنصيبك في نهاية الأيام.